لما اتنشر انك اتحولتي للتحقيق، ما كنتيش ساعتها لسه عندك اي خبر ولا في تحويل للتحقيق ولا حاجه؟ ما فيش اصلا تحويل لغايه دلوقتي، ما فيش تحويل للتحقيق، ما حدش حقق معاكي خالص. اللي حقق معايا مكتب الوزاره، اللي حقق معايا مكتب الوزير بس. ها، لكن مش جهه قانونيه. اللجنه اللي نزلت من القاهره بعد اكيد التحرك ورد الفعل القوي ده، اكيد اتحركوا. وكان شكل التحقيق، كان تحقيق، كان استفسار ولا تحقيق؟ يعني لا، كان اخد شكل قانوني ولا شكل استفساري؟ لا لا لا، بجد كانوا في منتهى الادب والاحترام جدا. كان لا كان دردشه، كان عباره عن دردشه، بس كان في حد بيكتب سؤال وجواب بس بدردشه. وكان نوعيه الاسئله ايه مثلا؟ كانت فيها نوع من انواع الادانه ولا ايه؟ لا لا خالص. ايه اللي حصل؟ احكي لنا ايه اللي حصل من ساعة ما تعينتي باسمك وسنك وعنوانك وكل حاجة، من ساعة ما تعينتي سنة كام وانتهت سنة كام التطوع، والتعيين التاني ابتدى امتى ونزل امتى، واسمك نزل في الرول ولا لا، بس الاسئلة دي. وبعد كده قولي لنا بقى اللي حصل من ساعة الرحلة. وانت كنت الاول متطوعة وبعدين اتعينتي؟ كنت متطوعة، وبعد كده نزل مسابقة اللي هو الوزير اللي نزلها. لمدة قد ايه كنت متطوعة يا ايه؟ لمدة سنتين. سنتين بعد سنتين نزلت سنتين مسابقه وحاجه، وبعد كده نزل مسابقه اللي هو الفتره دي. المسابقه ديت كانت اللي هو شهاداتنا لغه عربيه، طبعا اول حاجه الوزير طلبها او فيها عجز جامد اللغه العربيه، تخصص لغه عربيه فيها عجز جامد من جميع المدارس لجميع البلاد. فطبعا كل لغه عربيه داخلين، مفيش حد فيهم يترفض الا اللي مش معاه تربوي.